استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني بمقر إقامته في مدينة بنغازي عددا من أعيان ومشايخ مدينة سرت صحبة عضوي مجلس النواب زايد هدية وصلاح الصهيبي. وعقد الثني اجتماعا بالوفد حضره نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبد السلام البدري ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبد الرحمن لحيرش، إضافة إلى عدد من المسؤولين بمختلف القطاعات. وقدم الوفد خلال الاجتماع شرحا مفصلا عن معاناة المدينة وسكانها الذين يعانون نقصا شديدا في السلع والمواد الأساسية من غذاء ودواء، إضافة إلى شح في المياه بسبب تلف الشبكات وتدمير البنية التحتية للمدينة. فيما طالب الوفد من الحكومة المؤقتة التدخل لرفع المعاناة عن أهالي مدينة سرت وضواحيها. هذا وطالب الثني من الوفد العمل فورا على تشكيل لجنة من المدينة للتواصل مع الوزارات والمؤسسات والهيئات كل فيما يخصه لتلبية كل احتياجات المدينة.